السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا الكرام. اليوم إن شاء الله غنقدمه واحد الخبيزة معمرة بالخضر، خضر نيت موسمية سهلة وبسيطة، يعني كوجبة غدا ولا عشاء، يعني خفيفة وبسيطة وما كتكلف حتى شي حاجة اللي يعني فوق الطاقة ديال الإنسان ولا بشي ثمن غالي ولا شي حاجة. كل شيء موجود في الدار، مسائل بسيطة. عندنا هنا واحد حبة الفلفل أحمر وواحدة صفراء ولا أورانج، هذه عندنا شوية ديال الجزر هو منقي عندي حبة اللي بغيتو. عندي هنا اللفت المحفورة واحد ثلاثة الحبات هماية. عندي الطريف ديال الشيفلو. بالنسبة للخضرة، الخضرة اللي عندكم في الدار، أنا ما عنديش القرعة، ما استعملش، يعني هذا بسيط ودي المسائل اللي عندنا في الدار. عندي فلفلة، خيزو، اللفت محفور، عندي الطريف ديال المكور، وعندي الأهم شيء هو البصلة الخضرية. البصلة الخضرية غنصوبوها بالأوراق ديالها، هانتوما راه غسلتهم شحال هما مرقدين، فزقاهم في الماء، يعني حتى كتحل منهم التراب وكلشي، وها القلب ديالهم مغسول عندي كلشي هذا. وعندي واحد الربيطة ديال قزبر معدنوس كرافس ونبداو ان شاء الله. يلا بسم الله توكلنا على الله. غنقبطو هاد الخضر كلها نطحنوها في هاد الخل، في هاد الطحانه هادي، وانا غنطحنها باش ما نديرش معاكم الصداع ونرجع معاكم غنكملو المكونات. انا بديت بالبصله والاوراق ديالها، نتوما شوفوا يعني خليوها شويه باينه، لان هذه كل ما زدتي طحنتي راه غترجع لك بحال الماء، يعني نتوما كطحنوا تردوا البال. دابا هذه كل حاجه غنطحنها على حيده، ندير البصله هي الاولى. دابا غنضيف فوق هذه الفلفله اللي طحناها، غندير شويه ديال الزيت، زيت البلديه طبعا، ونزيد شويه ديال الملحه وردهم يتشحروا. يتشحروا. دابا غندير غير الزيت والزيت فقط والملحه. بسم الله، زيت البلديه ديرو بزايد تقريبا شي كاس الماء هكاك. ندير لها شويه الملحه وردها تشحر. هو ديك الطريف ديال الملفوف ولا المكور انا طحنته، يبقى خيزو واللفت بلاتي شويه وغنزيد نزيدهم حتى همايا. دابا وجدنا اللفت، اللفت وخيزو هو هذا. عندي واحد الوريقه دموسة نحطها، وعندي واحد 4 دراس ديال الثومه. الثومه نخلي حتى شويه تنزل، حتى تنزل الخضره مزيان باش يبقى ديك الجهه ديالها هي والربيع نرميو في التالي. غندير دابا وريقه دموسة والعطريه راه مازال ما درتها، يلاه درت الملحه وزيت البلديه. هنا خديت واحد المقله واحده اخرى، درت فيها واحد البريقه ديال سيدنا موسى هي مغسوله، غندير فيها شويه زيت البلديه. غندير فيها انتم عندي الكمون والقزبر يابس، شويه ديال الابزار، شويه ديال الفلفل احمر، طبعا شويه ديال الملحه. عندي هنايا هاد السردين الصغير والشطون، حنا كنقولو الشطون ما عرفت كل واحد شنو كيقولو. هانتوما حيدت له الشوكه ديالو مغسول مزيان بالسقطر، غنضيفو هنايا الكميه اللي بغيتو. انا حط شويه دابا ديال الزعتر، الزعتر ضروري مع الحوت. هاد العويدات، هاد الحوت غنردو يتشحر بوحدو، لان عارفين الحوت كيطلق الماء، ما بغيتش نديرو مع الخضره، غنخليو بوحدو باش كل واحد يبقى المذاق ديالو. اللي بغى الهريسه يزيد الهريسه. انا نزيد شويه ديال الفلفل الحمراء اللي عندي مطحونه، غنزيدها معاه. هانتوما زدت هاد معلقه صغيره، هاد الرد هذا دابا نتشحر فوق البوطه ونحرك غير بالمغرفه ديال العود.
هي دي الخضرة ديالنا، هو صحو لي طعم بخار كلو. دابا شنو غنضيف لها؟ نضيف التوابل. عندي الكمون الكمون القزبر يابس، عندي شويه ديال الحار، عندي شويه ديال البزار، فلفل احمر بزايد، شويه ديال الكمون. عندي هنا معلقه ديال ديك الفلفله الحمراء اللي قطعناها. عندي هنايا الثومه حكيتها هي دي والربيع. ردها غير شويه على ما تطلق ديك الثومه. علاش انا درت الحوت بوحدو؟ خليته باش يبقى المذاق ديالو محايد، باش ملي نعمر ديك الخبزه غنديرو فوق هاد الخطيره. انتما تشوفوا كيف كتجي واحد الريحه ديال ديك الخضر، الصراحه كتجي زوينه. نردها شويه تشحر ونطفي عليها. هي الخضره ديالنا طابت، نطفي عليها ونخليها تستقطر، نخليها تقطر مزيان. وبالنسبه للحوت ديالنا هو هذا هاد الشطون ديك سردي صغيور، كل واحد وشنو كيسميه. هاد المره دريه كيطيب، ما بغيتش نديرو خضر فوق الخضره باش ما يفوقش الماء ديالو في الخبزه يتحل. نصهدو غير شويه، نشرب ديك التوابل حتى هوايا و مع الزعتر في الكواسه معاه. دابا غنعصر عليه واحد شويه ديال الحامض، منين غيوجد ليه غنعصر عليه الحامض وصافي. دابا غنجيو الطحين ديالنا، هذا الطحين ديال الزرع بالنخاله ديالو. هانتوما دوزتو في هاد الغربال، ماشي ديك الرقيق، يعني بوصيار هو اللي عنده العيون رقاق. هانتوما خديت راه هابطه الحمراء فيه، هانتوما كتشوفوا اللون ديالو كي داير، يعني ماشي صافي. خديت هاد الكميه، هانتوما اللي بغيتو غندير شويه الملحه. علاش غندير ملحه؟ حيت ما درتش الخميره البلديه، تكون درت الخميره البلديه ما غنحتاجش الملحه، لان الخبز كنعجنوها بلا ملحه، مع الخميره البلديه ما كتجيش كاع باينه. اما هذا ما دايرهش دابا فيه الخميره البلديه، غندير فيه شويه ديال الملحه والماء عادي ما دافي وصافي. ما دافي بسم الله. غندير فيه واحد قطره الزيت، لان الطحين ديال الزرع مع مازال فيه الحمرة باش ترطب شويه، شويه ديال الزيت بلديه، شي ربع كاس هكذا، والماء دافي ونعجنوها. العجينه راه كلشي كيعرف يعجن الماء دافي وصافي. هيا هادي بعد ما عجنا الخبز ديالنا، هانتوما خليتها ترتاح تطلق مزيان. دابا غنكرصها، هاني كرصت الخبزه الاولى، درتها في هاد اللاطه هادي، ديروها رقيقه. شنو اللي ضفت ما وريتولكمش؟ الزيتون، هذا الزيتون ديال الدار انا قطعته، كان عندي حبات صايلين وقطعتهم هكذا دوائر. هذا راه مرقد باللي بالحامض البلدي، فيه مذاق حتى هو زوين. دابا غنديروا هانتوما هذه استقطرتها من ديك الماء ديالها، ناخذوا هاد الخضر ديالنا ونسلوها هنا. نحاول واش نجمع معلقه كتساعد حسن من هذا. تسرحوها عليها كلها باش تجي شويه عامره. اللي ما بغاش يدير الحوت بغا يدير الكفته يديرها، ولا قطع ديال الدجاج. المهم حنا كنبقاو في اطار اللي كاين في الدار، هذه بالقدر ما نحيدوها باش الانسان ما يكلفش. راه باي ابسط الاشياء في الدار يمكننا نديرو اي حاجه،
شي مره كيبقى حتى الحوت، كيبقى الحوت هكذا. الا درتو طاجين ولا شي حاجه بقى لكم حيدوه وديروا به، زيدوا غير الخضره مشحره وزيدوا عليه. ايوا تمام، وتخليو حتى بلاصه كيف قلت لكم. بعد ما قرصت الخبزه ديالي، الخبزه الاولى لان قسمتها انا على جوج، انا درت هذه الخضره وسرحتها عليها كلها. عندي الزيتون مقطع دوائر، انا نفرقهم راه بالحامض البلدي يعني كيعطي واحد المذاق حتى هو زوين. يعني كيف قلت لكم بابسط الاشياء يمكن الانسان يوجد غدا سهل ما كيكلفش شي ثمن. ولي ما بغاش الحوت عنده كفته يديرها ولا دجاج ولا شي حاجه، المهم اللي عنده شي حاجه في الدار. وتا شي مره كديروا الحوت طاجين وكيبقى لنا، يمكن ديك الحوت اللي بقى على الطاجين غتزيدوا غير خضيره مشحره. وها انتما صاوبتوا واحد الخبيزه اللي معمره. دابا غنحاول نهز هاد الحوت وغنفرقوا عليها كله. انا نستعمل يدي باش نبقى نكمل ونرجع معكم. ها هي دي صوبنا الخبيزه ديالنا وغلفناها، راه كلشي كيعرف يغلفها. درت عليها الطبقه الفوقانيه رقيقه ودخلت هنا من الجوانب وسديت عليهم. هانتوما غتشوفوا بحال اللي باقي فيها الريح هنايا، ها هما البليصات اللي كيطلعوا مبوقين. هادو راه الريح لان رقيقه بزاف. انا نتقبوها بهذا العويد بليصات اللي منفوخين ونحاولوا نخرجوا ديك الهواء. هكذا راه درت الفران يسخن، يسخن مزيان وغندخلو هادي. ايه صافي ندهنوها شويه ديال الزيت والفلفل الاحمر من الفوق باش تجي لوين احمر. صافي، واللي بغى يدهنها بالبيض يدهنها بالبيض. هاني دهنتها هنايا بشويه ديال الفلفل الحمراء وزيت البلديه، رشيت عليها السانوج، السانوج هو ديك حبيبات كحل وحب الرشاد والنافع البلدي. زرعت الكتان ما بقاتليش. المهم الحبوب اللي عندكم، اللي عنده زريعه زريعه الكحله ولا الزريعه ديال القرعه البيضاء منقيه يصاوبها حتى عليها. المهم هو انه غتدخلوا شي فوائد، شي مواد اللي فيها فوائد للاطفال ديالكم وليكم حتى نتوما كذلك، يعني استفدوا اي حاجه فيها منفعه للذات ديالنا. احنا دخلناها في هذه الوصفه السهله البسيطه ولكن عندها منافع كثيره. كل شيء صحي، الطحين ديال الزرع بالحمرة ديالو، يعني ما دخلنا حتى شي ماده حافظه هنايا ولا شي حاجه مصنعه مشريه من الزنقه ولا شي حاجه، كل شيء ديالنا طبيعي. ندخلوها للفران.